السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج كيف الصحة. الطب البديل أو التكميلي هو مجموعة من العلوم والمدارس الطبية اللي مر عليها آلاف السنين من الخبرات والتجارب الناجحة، مستخدمة كل ما هو طبيعي للتحكم والسيطرة على الأمراض مثل الأعشاب والنباتات والإبر الصينية والتدليك والحجامة والصوم وغير ذلك، فهو تطبيب بدون عقاقير كيميائية، وهو الطب الذي يعتمد عليه أكثر من 75% من سكان العالم في العلاج من أمراضهم اليوم. نتابع هذا التقرير عن الطب التكميلي ونعود للحديث عنه. الوخز بالإبر الصينية هو أحد فروع الطب الصيني التقليدي، وكانت نشأته في الصين لأكثر من 500 عام مضت. ويعتمد علاج الوخز بالإبر الصينية على أن الكائنات الحية يوجد لديها طاقة حيوية تسمى كي، والتي تدور في خطوط الطاقة غير المرئية التي توجد بالجسم، ويصل عددها إلى 12 وتعرف باسم ميريدانس. علماء الوخز بالإبر يقومون بغرز إبر في نقاط محددة في خطوط ميريدانس لتؤثر على استعادة توازن وعودة تدفق طاقة كي، ويوجد في جسم الإنسان ما يزيد على 1000 نقطة للوخز بالإبر. وفي عام 1997 تم إعادة تصنيف الإبر الصينية من إبر معملية ما زالت خضيعة للتجارب إلى أداة طبية بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس العام أصدرت المؤسسة القومية للصحة بياناً بموافقة الجمعية على الإقرار بصلاحية الوخز بالإبر كعلاج للعديد من الحالات الصحية مثل ألام ما بعد الجراحات، والمعروف عنها أنها من أفضل الطرق الآن لأنواع العلاج البديل. مشاهدينا تابعنا مع بعض تقرير خاص بحلقة اليوم، بعد هذا التقرير نستقبل ضيف حلقتنا دكتور فيضان حمزة، أخصائي صحة عامة ومعالج للطب البديل أو التكميلي. أهلا وسهلا بك دكتور معنا اليوم. سهلا دكتور، احنا اخترنا موضوع حلقة اليوم من ضمن حلقات من ضمن جميع العلاجات اللي هي يختص بها الطب التكميلي، اخترنا الوخز بالإبر، فيريت بداية نتعرف عن مفهوم الوخز بالإبر طبيا. هو طبعا مفهوم الوخز الإبري هو مفهوم عام معروف عليه، أول شيء مسمينا زمان باعتبار مخترعين أو اللي بدأوا فيه اللي هو الحقبة الصينية. فالآن عالميا معروف أن الأكوبنكشر، لما تقول الأكوبنكشر يعرف أن حاجة اسمها الإبر الصينية. يعني الإبر الصينية هي هدية الأساس. طبعا الإبر الصينية أول ما اكتشفت زمان كانت التواريخ عديدة، يقال إن زمان لما كانت في حروب في الصين فكانوا إحنا نقول النشاب أو لما يجيبوا في المقاتلين كان يلاحظوا الناس اللي مضروبين بالرمح أو الحاجة هدية إن صحتهم تتحسن أكثر من الناس التانيين اللي هم يموتوا موتى بالتهابات أو حاجات أخرى. فلفت نظر إن الضرب النشاب أو كذا يعيش أكثر الناس ما يمكن، فبدت فكرة الإبرة من جيل إلى جيل، من الحجر من نوع الحجر إلى الحديد يعني إلى كذا. يعني نقول أن هذا هو تاريخ الإبر الصينية، ومن هنا جاءت الفكرة. تاريخ كبير الإبر كبير، وصار في الصين حتى أن في حرب جت حقبة ناس حاربت ظاهرة الإبر الصينية، وفي حتى إعدامات وكذا كذا، بعتلي طلعت من جديد والآن مشت لي أوروبا وأصبحت الإبرة الصينية يعني رائجة في العالم. هذه في فكرة الإبرة الصينية بصفة عامة يعني. طيب دكتور، الإبرة الصينية هذه يعني أكيد الوخز بالإبر له طرق معينة، له معايير مواضع معينة، يعني ريت نتعرف عليه آلية شغل الإبر الصينية على الجسم. يعني أنت لما تحط في موضع معين كيف تشتغل الإبرة على الجسم؟ معلش تو هو احنا ممكن الإبرة الصينية هذا لها ناس مختصين، ولكن عندي فكرة فقط باعتبار أني نوخذ بالإبر، لكن الوخز الإبر يختلف على الفكرة الصينية. يعني في فرق، لأن الناس لما تقول وخز بالإبر على طول يتجه تفكيرها للإبر الصينية بس. هو الوخز الإبري إحنا هذه من طبعا الطريقة الصينية تختلف على الطريقة اللي نخدم بها أنا، اللي اسمها الوخز الإبري، لكن ما هي الصينية.
والطريقة الصينية تختلف سواء في النظرية في الإبرة وفي طرق وفي كذا في المواضع في المواضع. طبعا الصينية هذه حقبة تاريخية ولها نظريات ولها تجارب ولها أبحاث ولها كذا، وحتى الإبرة مواصفات معينة وتأخذ في الجسم، ونفس الوقت يديروا بنظام مسارات الطاقة بالين والين وأفكار ما لهمش علاقة بجسم الإنسان. الطريقة اللي ندير فيها أنا وأفتخر بها بأنها طريقة خاصة بي، أني أنا معتمد على طريقة الأناتومي أو باعتبار أني طبيب. فجتني الفكرة أساسا الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف فكرة الحجامة لما نقول له شرطة محجم ولاقة عسل وكي وأنهما تعال كي، فشرطة المحجم حولناها إحنا إلى وخزة إبرة. الوخزة الإبرة هدية كيف؟ لما تكلمتي أنت الوخزة على الجلد شن تؤدي، حتى هي فيها نظريات في عدد من النظريات تأثيرها على الجلد وفي أسباب علمية اللي أنا كوني كطبيب اجتهدت بها. عندنا احنا في علم اسمها علم الأجنة الامبريولوجي. الامبريولوجي ذا عندنا هون العيل في القرآن نزل ظلمات ثلاث لما الإنسان نشأ نشأة الجنين. في طبقة اسمها الميزوديرم والإكتوديرم والإندوديرم. في الميزوديرم هذا لما نشوفه مكونات اللي موجودة من نشوء الإنسان في بطن أمه، نلاحظوا أن الجلد والمخ والعمود الفقري والغدة الصنوبرية البيتاتري جلاند والإحساسات كلها طالعة من مضغة واحدة مع بعضهم. يعني في علاقة ما بين الجلد والمخ. وطلعت نظريات أخرى اللي هي نظرية النيتروجين أوكسايد، بيقول لك أنت لما تخزي أي وخزة إبرة في جلد معينة تطلع مادة اسمها مادة النيتروجين أوكسيد. مادة النيتروجين أوكسيد تدير هذه الديد هذه تنشط خلايا الجسم، تنشط دخول الأدوية للخلية، تجدد الخلايا وإلى آخره. بعدين في نظرية نتكلم عن النظرية اللي حضرتك أنت اعتمدت عليها بأن أنت اجتهدت بإيجاد فكرة جديدة طبعا عن خبرة 18 عام. يا ريت نتكلم عن الفكرة هذه، طريقتك أنت الخاصة المستخدمة. طبعا الطريقة الخاصة أني نستخدم في الإبرة العادية اللي هي disposable needle اللي هو الإبرة العادية اللي نستخدمه فيها كأي مستشفى، بس أصغر إبرة اللي هي 26 جيل الحجم الصغير اللي شبيه بإبرة السكر أو شيء معقمة وموجودة وذات الاستعمال الواحد. طبعا الوخز حسب النهايات العصبية لجسم الإنسان، حسب النهايات العصبية لجسم الإنسان، كل النهايات العصبية للإنسان عندنا مساحة معينة في الجسم لي علاقة بخلايا المخ. هذا الجزء الخاص بالمواضع اللي بالمواضع. أنت تستخدم فيها الإبرة. طبعا الإبرة الصينية إبرة خاصة معينة تدخل حوالي 5 ملي أو كذا في جسم الإنسان وتبقى لمدة نص ساعة 5 دقائق وكذا. لا إحنا طريقتنا اسمها الوخز الإبري السطحي الجلدي المتتالي، يعني طويلة الكلمة كل حاجة لها معنى. الوخز السطحي في سطح الإدرمز خارج الجلد، الجلدي في الجلد، المتتالي معناه التوالي في الوخز، معناه بالشكل هذاي نقعد نأخذ من وقفش بالشكل هذاي اللي هي أنتي مش مطلوب مني دم أو حاجة زي هذه. وخز اللي هو النهايات العصبية. طبعا بناء النظريات اللي قريناها وكذا اللي هي مثلا خلايا الضامرة في إحنا حالات ضمور المخ نقوله. طبعا لما واحد يقول ضمور المخ في خلايا ميتة، علميا ما فيش حاجة اسمها خلية ميتة تحي من جديد طبعا. الخلية اللي ماتت خلاص، ولكن في نظريات من بريطانيا جربوها على نوع القرودة من نوع البامبو، إن وجدوا إن لما أتار زمن داروا عملية معينة سببوا له جلطة موت خلايا، وستاروا بطريقة الوخز شافوا إن الخلايا الصحيحة تحفز تمد بالأعصاب زي ما تقول لك بلاستيسيتي تيوري اللي هي التكافلية إن الأعصاب تكون بها. هالنظرية اشتغلنا لها. طبعا إحنا اشتغلناش بعدد 18 سنة، الآن وصلنا الحمد لله لحوالي 3000 حالة
من مختلف الأمراض. 3000 حالة من مختلف. نتيجة واضحة فيها واضحة واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني كيف كان وكيف أصبح وكذا، وصار جدال واللي يصدق ومن يصدق، لكن احنا عندنا في العلم يقول لك التجربة خير برهان. خير برهان أكيد دكتور. طب أنت حضرتك ذكرت في سياق الحديث أحد الأمراض اللي تعالجها الوخز بالإبر اللي هي ضمور المخ، ممكن دكتور نذكره قائمة العلاج يعني الأمراض اللي تعالجها بطريقة الوخز الإبري؟ هي القائمة أول شيء نعالج ببعض أعراض حالات التوحد اللي نقوله نحن الأوتزم، وثم حالات ضمور المخ المتمثلة. طبعا ضمور المخ فيه تعريفات عديدة، في اللي شديد وفي اللي متوسط وفي اللي ارتخائي وفي اللي كذا، على شدة الحالة. على شدة الحالة وكل ما كانت ارتخائية علاجها أفضل من النوع التيبس اللي نقول احنا الوسطي. والحمد لله تحسنت عندنا حالات الصرع، والحمد لله التبول لا إرادي، وحالات الإمساك الشديد، وحالات السيلياك ديزيز اللي هو مرض التحسس من كذا. وهذا العلاجات اللي يتميز بها الوخز الإبري ما تستناش زمن طويل، في زمن قياسي، في زمن قياسي نتائجها طيبة. يعني وصلنا لمرحلة 80%، مش 100%، فيش حاجة اسمها 100، وصلنا لمرحلة 80%. طبعا نتائج لما نقرأ حتى في الطب الصيني تجي الأشياء هذه تتعالج. لا يعني ان احنا افضل من الطب الصيني، لكن احنا نفتخر ان وجدنا طريقة جديدة ليس لها علاقة بالطب الصيني. يعني طريقة منفردة وموجودة مبتكرة عن مجهود وعندنا دراسات وعندنا درنا دراسات تجريبية فصل معاهد التوحد وعندنا نتائج ممتازة. طيب دكتور خلينا نتفصله، يعني ناخذ الأمراض اللي تم علاجها بالوخز الإبري تحت يعني خبرتك ومعالجتك الخاصة دكتور. نبدأ بطيف التوحد، يعني حدثنا أكثر عن طريقة استجابة المرضى بطيف التوحد للعلاج بالوخز الإبري، كم المدة، أنت ذكرت عن هو وقت قياسي، الأعمار أيضا اللي استجابت من خلالها العلاج دكتور. طبعا احنا طيف التوحد، طبعا ما بيش نخش في اختصاص الناس اللي يعرفوا بالطيف التوحد وش الاعراض من المنطقه العصبيه. انا يجيني المريض مشخص مشخص من اخصائي اطفال او كذا انه معروفه من نوع طيف التوحد وكذا كذا، وشده الحاله ويعني التشخيص يكون والمريض يجي اصلا اهله سنوات يعالجوا فيه او يعني معروف شنو عنده. طبعا باش حتى الناس ما تاخذش فكره اني مشخص، انا يجيني مشخص كل الامراض اللي نعالج فيها مشخصه. يعني دكتور انت حتى لما تجيك حاله يعني تجيب معها ما يثبت التشخيص نتاعها. ايوه التقرير. يعني عندي خبره في المجال، انا طبيب اخصائي صحه عامه وعارف، لكن يجب نحترم التخصص الثانيه اكيد اهل الاختصاص كده. اكيد طبعا المشكله التزم التوحد هذاي عالميا الان قاعد الان يدوروا في الطرق. انا يعني احد الطرق ولله الحمد نتحدى بها. مش يعني نتحدى بها لانه وصلت ل 500 حاله، 500 حاله رقم مش عادي. طبعا التحسن ماهوش طبعا جزئي. طبعا يجيك طفل توحد، اكثر الاهالي لما يجيب معك طفل توحد يقعد ماسكه بيديه ورجليه طبعا، لانه علاش عنده فرط حركه وغير مستقر، وهما الحالات ما يقبلوش فيها المراكز المتخصصه هي، ليش؟ باعتبارها في حاله هيجان او كذا وكذا. ولله الحمد هذه الحالات الحمد لله تحسنوا في حوالي ما يوصلش ثلاثة أشهر ويكون استقر وتواصل جيد وفي هدوء. نقعد في آخر النقاط اللي نصل بها إنه هو يبدأ في الكلام في كلمات طنطيق معينة، يصبح بعتلي مؤهل إنه هو تأهيله. يعني حضرتك دكتور يعني تأهل المريض لتقبل التأهيل اللي موجود في المراكز. أيوة وهذه هي بالضبط. يعني احنا الآن الحمد لله عندنا حالات الآن يقروا في مدارس عامة، يعني مش عامة، موجودين يكتبوا كويس والاستجابة يعني والاستجابة. قلنا هي نقنعوا المسؤولين، مشينا خدنا مركز استشاري التوحد، خدينا 20 حالة عشوائية، وعندنا واحد من الأردن مختص يذكره بالخير سيد وجيه، وخدينا حوالي 20 حالة التزموا بال20 حالة 15 حالة.
نديرهم في عملية الوخز، راهو مرة واحدة في الأسبوع ولمدة 5 دقائق وفي منطقة بسيطة جدا، يعني ما ياخذش هذاك باعتبار الطفل توحد. يعني جلسة طفل توحد مش حيتحمل مدة طويلة أو جلسة طويلة. وكذا صعبين، لكن هذا العلاج ما ياخذش دقيقة اثنين أو ثلاثة في الوخز هذيك فقط. فالحمد لله ما فاتش حوالي شهر ونص إلا كان كلهم سلوكهم ولا جيد. يعني انتم في بدايه تعملوا على تهدئه المريض، لاستقبال العلاج او للتعلم. ما هو العيل لما يكون في افراط حركه او حاله هذه، وبعدين طبعا والتواصل التواصل حتى هو مهم، التواصل البصري، التواصل كذا، الاعراض اللي موجوده فيها جميع فيها تحسن، نقعدوا في اخر نقطه وهي اصعبهم، ولكن نأهلهم ان هو النطق نتاعه يصبح ينطق الكلمات الاساسيه. وفي ناس تفرح ان الصغار يبدوا النطق الاساسي طبعا بعتلي دور الاخرين. طبعا احنا لما نقولوا صراحه نديروا 10 حالات او 20 حاله في يقرا الشك، لكن لما نديروا العدد نوصلوا ل 500 حاله تحسن في مختلف وكذا اصبح خلاص يقين. وهذا الان الحمد لله بدات الناس يسمع من هذا ويجي هذا، واقتصاديه ما تكلف شيء، حتى يعني مش هذيك التكلفه الماديه او الزمن. لكن انا بالفعل دكتور حتى من اطلاعي على من انت ذكرت التكلفه الماديه، فعلا التكلفه لا تقدر بشيء يعني مقارنه بالمراكز الاخرى. دكتور يعني استجابه الاهالي خاصه الام، طبعا طفل التوحد دائما يرافقه الاهل، الاب او الام يعني دائما المقربين، لاستجابتهم للوخز بالإبر هذه، تقبلهم للموضوع، تقبل الطفل بحد ذاته. أنت ذكرت أنه هي جلسة واحدة في الأسبوع، ممكن هذا يهون على الطفل الاستجابة قليلا. والله الأهالي إحنا تعاملنا مع أهالي صراحة، إحنا نشوفه في لما نشوفه بسمة الأم لما طفلها لما يجي الطفل جيبه بذل يأس أنه ممكن ما يصيرش منه طبعا، ولكن إحنا نفرحه لما تبتسم تقول له بدي يعقل، بدي يدير في شماله بروحه، بدي يخش دورة المياه، بدي هذه فرحانين هلبا، احنا يعني فرحانين في النتائج هذه. دكتور انت حضرتك ذكرت 3 أشهر كحد اقصى ممكن، يعني كحد ادنى ونتائج جيده، كحد ادنى 3 أشهر ونتائج جيده، يعني خلال 3 أشهر كل اسبوع يكون في تحسن ملحوظ على الحاله. ايه ولله الحمد، يعني الحمد لله، يعني في حالات يعني استجابتها، حتى الاعمار كل ما كان اصغر كل ما افضل، لكن خشينا حتى اللي عمره 18 سنه و 19 سنه والحمد لله يعني في نتائج. طيب دكتور بالنسبه لطيف توحد، يعني نحصر الحديث عنه انه هو تبدا بعلاج المسبب الاساسي بتهدئه الطفل، ومن ثم تاهيله للتعلم والنطق ويعني التواصل مع الآخرين. دكتور ننتقل إلى علاجك لمرض ضمور المخ بالوخز الإبري، كيف آلية العمل وكيف يعني احنا تعرفنا على آلية ومراحل التوحد؟ هو كان هذا أساسي، كنا احنا نعالجه في حالات ضمور المخ. طبعا أسباب ضمور المخ عديدة جدا يعرفوا الأطباء المختصين، العيل ممكن قبل ما ينجاب هون ينقص عليه أكسجين، أو الأم تمرض أو بعد الولادة أو ممكن يصير له حادث أو كذا أو أسباب أخرى تؤدي إلى خلل وظيفي. المهم يجيني مشخص أساسي اللي هو سيريبرال بارسي نوع كذا. طبعا موجودة بصفة عامة، الأطباء الزملاء التانيين يقول له استحالة أن الطفل ما يمشيش ما يقعمزش عند ضمور المخ أنه يمشي أو يقعمز أو يمشي، لأن في خلايا زمن ميتة. دكتور لما تقول ضمور مخ يعني خلايا ميتة، وأنا نعطيهم العذر اللي لما الطبيب يقول له مستحيل مستحيل، لكن اللي الآن وصلنا الألوف الحالات، مش حالة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يعني وصلنا 1400 حالة سي بي، 80% تحسنوا. ما هذا التحسن؟ التحسن شنو هو؟ طفل ما يتحركش من مكانه، بدا يجلس، بدا يمرض، بدا يتحرك، بدا يقف، بدا يمشي، بدا زي الصغار الثانيين، شنو أكثر من هيك؟ يعني مراحل عديدة، في أنواع شديدة، لكن في راهو سامحيني، في اللي مرات يبي ولده غير يقول ولدي غير يقعمز بس. طبعا دكتور يعني التحسن ولو كان بأدنى درجة ولكن هو مطلوب. في اللي تجي تقول أنا غير ولدي يتفكى من الإمساك الشديد، لأن ديما تدير في الترومبا وتدير في حاجات وديما أدوية وغيرها كل شيء، لما في خلال 10 جلسات يبقى يتخف وتفرح طبعا. يعني لكن في اللي طبعا ولدي خير يجيبوا زوز حالات مع بعضهم، هذا يقعمز ويمشي ويدهور والثاني يقعد مقعمز ما يمشيش، تقول خير هذاك تحسن وهذا لا، الله عند الله الشافي ربي، الله غالب. يعني طبعا يعني مدى استجابه الجسم في النهايه لها ربك، يعني في اشياء يشفاها ربي، لكن احنا نقولوا تحسن الحالات. لكن للاسف
الحقيقة ما فيش تعاون ما بين المختصين أو حاجة زي دي. أصبحنا شنو وصلنا لمرحلة إن إحنا لما يجي الإنسان ميؤوس، ولله الحمد لو جتني حالات من بريطانيا وجتني حالات من مصر ومن مالطا ومن يوغوسلافيا، مقيمين ليبيين غاديك يسمعوا بالنتائج، أطفالهم ما في يجوا هنا يتعالجوا ويتحسنوا ويمشوا. لكن هذا اللي بريطانيا قلت تتكلم على طفلك زود قول أو صار وصار ما يتحشموا في الأمي بيشتغل. احنا نتحدث احنا على النقطة هذه، يعني حضرتك ذكرت مناطق وممكن هذه من الخارج، في أيضا مناطق من الداخل يعني تواجه صعوبة في الوصول. يعني حنتكلموا عن تدريب إمكانية حضرتك، يعني إمكانية تدريبك لكوادر طبية، ولكن خلينا حاليا في العلاج الأمراض اللي يتم علاجها. تكلمنا عن توحد وضمور المخ دكتور، هذا يعني ممكن أصعب الأمراض عند الأطفال، أيضا تبول لا إرادي، كيف تكون مرحلة العلاج؟ التبول لا إرادي حتى هو صراحة وصلنا لنتائج ممتازة، وما نقدرش نقول لك وصلنا لمرحلة في بنوية على سن الجواز وعندهم تبول لا إرادي طبعا، والأهل مش مقايلين، هذه حقيقة والله الحمد لله. يجي 3 أو 4 حالات، خلينا من الأطفال اللي عمره 6 سنوات، طبعا التبول الإرادي من 5 سنوات لما ما يكونش في أسباب طبية أخرى جراحية أو كونجينيتال نوع من التشوه الخلقي أو حاجة زي. الحالات كلها النفسية أو غيرها كذا كذا لله الحمد، لأن في نظرية خاصة بالتبول الإرادي إن في حاجة لا علاقة بالمخ، إن شخص الطفل ما يشعرش إنه هو مزرور أو المتانة مليئة أو غير كل شيء، ما تصلش الإشارة هذه للمخ. ولكن أصبح التبول الإرادي أحد الحالات الممتازة في النتائج. طيب دكتور رحلة العلاج كيف تكون؟ يعني إحنا تكلمنا عن المدة اللي يأخذ ياخذها مثلا مريض التوحد، ايضا المده اللي ياخذها مريض اللي عنده ضمور في المخ، ولكن رحله العلاج لمرضى التبول لا ارادي يعني تقريبيا من كم لكم جلسات؟ فتره العلاج جلسات من 7 إلى 10 جلسات حتكون نتائج جيده. 7 مرة في الاسبوع جلسه بس فقط، يعني مده 5 دقائق، يعني الموضوع بسيط جدا. سنوات ممكن يشك من التبول الإرادي ياخذ من 10 إلى 15 جلسة تعطي نتائج طيبة. طيب دكتور احنا نتكلم عن مدة قصيرة جدا، تتكلم عن 5 دقائق، يعني سواء لمريض طيف التوحد او التبول الإرادي وغيره من الامراض، كلهم يفوتوش 5 دقائق من الوخز المتتالي. طيب دكتور 5 دقائق من الوخز المتتالي، يعني هنا انت تعتمد اعتماد كبير على الموضع اللي انت تستخدم فيه الوخز المتتالي وسرعة اليد. على اي اساس يتم اختيار الموضع دكتور؟ على طبقا لرسومات النهايات العصبيه لجسم الانسان، في علم اسمه الريفلكسولوجي معروف عليه الريفلكسولوجي والطب الانعكاسي، انك تاخذ نقاط لها علاقه بالمخ او لها علاقه بالجهاز التنفسي او لها علاقه بالمسالك او غيرها او الجهاز العصبي. طبعا في امراض اخرى الان في جدال فيها، الريتابل باول سيندروم او سيليك ديزيز اللي احنا نقوله الناس كله عند القولون العصبي، قولون العصبي يعني ياخذوا فيه ادويه وغيره ما فيش تحسن، احنا ياخذ 10 جلسات كذا يبدا تحسن، حتى ما نقولوش فيه الله اعلم، يقعد 3 شهور ما عادش يستخدم في اي ادويه. وعندنا حالات سيليك ديزيز اللي هو احنا نقول سيليك ديزيز مش عارف نعرف نقولوا احنا مرض البطن، الاطفال اللي هم يقولوا ممنوع عليك الجلوتين فري دايت او حاجه زي هذه، عندهم تحسس كده من نوع معين، عندهم تحسس، والمشكله ان هم يخشوا في فقر دم ويخشوا في ضعف طبعا نقص مكونات. الوخز هذا يساعد في تخفيف حده التحسس وايضا في تعويض فتح شهيتهم، لدرجه ان في حتى عمره في حياتهم كلت رز او مكرونه وكذا تاكل وكذا وما ترى لا شيء، لكن ما نشجعوش طبعا ان تاكل حاجات، لكن جرباتها وكل شيء وللان ل6 و7 شهور والحمد لله بابسط طرق وابسط زمن واقتصاديه، يعني علاج اقتصادي. يعني كنقول لك انا ان الوخز الليبري هديه تخلي بعض الشركات الادويه تسكر منتجاتها. استخدام بعض طيب دكتور بما انك انت ذكرت الادويه، يعني خلينا نكون صريحين قليلا ومنصفين ايضا، هل العلاج بالوخز الابري يغني عن جميع العلاجات الدوائيه ام انه لا هو مكمل؟ لا، من الخطا جدا ان نقول لاي واحد ياخذ علاج يوقف العلاج اللي اعطاه الطبيب المختص. بالعكس، الوخز الابري في نظريات اثبتت ان هي تزيد في الدرج رياكشن. ايش معنى الدرج رياكشن؟ يعني يزيد في تفعيل الدواء، ان هو بدل ما ياخذ جرعه شديده بالجرعه اللي هو ياخذ فيها الابر تفعل، الابر تفعل فيها. نعطيك مثال الابليبسي الصرع
طبعا عندنا حوالي 25 حالة طفل ياخذ في سرعة بالديباكين او غير كذا، عمرنا ما جاي واحد نقول له وقف الدواء، لا احنا نديره في الوخز وهو ياخذ بالدواء، تتحسن الحالة نتاعه، يمشي هو للاخصائي نتاعه، ما تحسن الحالة نتاعه يبدا يدير له اي جي تخطيط مخ كذا، يلقى فيه تحسن يبدا ينقص في الوقت قياسي وهكذا او اسرع. طيب دكتور، بما ذكرنا حاليا ان هو مكمل للدواء، يعني هذه نقطة لازم نوضحها حتى وليس بديل، حتى في اكثر من، يعني تكلمنا ايضا في حلقات سابقه عن الحجامه، وانا نحب نستخدم لفظ الطب التكميلي وليس البديل. دكتور، في حالات معينه قد ياتي يعني باي مرض من الامراض اللي تتعالج بالوخز الاباري، ممكن مريض سكر، مريض ضغط، مرضى اللي ياخذوا في ادويه السيوله ايضا، هل انت يعني تطلب في المريض من الهيستوري بتاعه عشان العلاجات اللي ياخذ فيها دوريا؟ طبعاً هل في تاثير دكتور، يعني سامحني، هل في تداخل او تاثير قد يضر ان انت يعني لو ان في حد ياخذ في دواء معين لا ما تستخدمش الوخز الاباري، يعني هل في التداخل هذا ولا لا؟ يعني مثلا مرض السكر، اول ما يجي يقول لي تعالج السكر، نقول السكر احسن علاجه بالانسولين او دواء السكر اعطاه لك الطبيب والنظام الغذائي. يعني دواء السكري لا يعالج بالوخز الإبري، ولكن الوخز الإبري عامل مساعد لمريض السكري انه هو يحسن من حالاته اللي هي اعراض السكر، يعني مع استخدامه للدواء لا غنى عن دواء السكري. ولكن عندي مرضى سكري الان معلش يعانون من امراض جسديه، فشل عام، عجز جنسي او كذا كذا، الوخز الابري ساعد في هلبة من الحالات انه نحاهم من الاعراض اللي موجوده هذه مع اخذ الدواء اللي ياخذوه فيه. يعني ليس بديل. حتى حالات الضغط لما ياخذ في علاج يستمر في علاجه، ولكن لما نديروا وخز متكامل ما في حاجه طريقه غير مباشره تصير بلا. الوخز الابري يساعد في تهدئه اعصاب الشخص، لما تهدى الاعصاب تهدى كله، يهدى السكر، الاعراض السكري واعراض الضغط مع اخذ العلاج. حذاري ان واحد مثلا يجي يقول لنا الوخز يغني عالجت بالوخز ويغني عن العلاج، تكميلي عامل مساعد والان ماشيين فيه بالطريقه دي والحمد لله. يعني الحمد لله. دكتور، لكل دواء يعني لكل علاج اثار جانبيه ومضاعفات جانبيه ممكن تكون، هل الوخز الابري مضاعفات او اي اثار جانبيه حتى ولو كانت مدتها قصيره؟ الان حاولت نجد اي اثار جانبيه، حتى الطفل لما نوخذه فيه الراجل يطلع لي حتى بصه، نحن نقول حب او في قيح، الحمد لله ما طلعش. يعني حتى اثار سطحيه على الجلد ما فيش، يفيده يمدلاش اثار جانبيه. ونفس الوقت احنا الحاجه الوحيده المهمه جدا 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 اللي بيستخدم الوخز او غيره كل شيء الفايرال سكرين يهم، هذا يعني واحد يستخدم برسنيه ممكن يدير نفسه، يدير لي واحد مثلا مصاب بالاتش اي في او حاجه زي هذه، الامور زي معروفه طبعا هذه معروفه. لكن انت انا لما يجيني مريض ولما نستخدم في الوخز حتى ولو فايرال سكرين تاع نيجاتيف ديما نعتقد ممكن يكون في حاجه، فهذا المحيط بيا يكون أكيد على شكل هذا الحذاء الحذاري من النقل. واحنا نستخدمه في بريدات الاستعمال الواحد المعقمه بعد ما انتم المريض لو حوفاه. يعني حتى ولو ما جابناش هذه الوحيده، اما الاثار الجانبيه من حيث يصير المرض الان لم نسجل حتى الان، يعني 20 سنه ممكن 3000 حاله ما عندناش اثار جانبيه يعني. طيب دكتور، احنا حنذكر قائمه من الامراض اللي يمكن علاجها بالوخز الابري، ولكن قبل ما نذكر هذه الامراض، لو ان الانسان سليم ويعاني فقط من ارهاق وفشل عام، هل تنصح بالوخز الابري ام ان انت تنصح الناس ان الوخز الابري يتجهوا ليه في الحالات الشاذه وفي الامراض اللازمه؟ احنا الان نستخدم صراحه الوخز المتكامل للجسم باعتبار ما شاء الله الاعصاب نتاعنا هذه الايام هذه، فاحنا نستخدمه في الوخز المتكامل للاصحاء. علاش؟ باش يهدى اعصابهم، نديروا في وخز يعني متكامل حتى للاصحاء، يعتبر نوع من الاسترخاء. او العياده احنا اسمها عياده الصحه العامه والاسترخاء، لان الوخز المتكامل حقيقه يهدي الانسان، بالعكس حتى بعد ما نديروا الوخز المتكامل نقول بعد ساعتين برا ارقد، يمشي يرقد طول اصلا، يجي يروح ينام، تهدى اعصابها، هي لما تهدى الاعصاب تهدى جميع المشاكل. فهذه نعطوا فيها للناس اللي حتى اللي ما عندها شيء، عنده شيء تلقى عنده ارق، انسومنيا، عنده
قبل ما يخش في الحاله النفسيه، احنا نقول قبل مرحله الحاله النفسيه فكان الوخز ما شاء يعني الله يعني حتى الانسان السليم الصحيح يعني يمكن انه هو يمر بتجربه حتى التجميل الإبري. ما ندخله حتى في التجميل، حنتكلم ايضا عن جانب التجميل دكتور، ولكن احنا يهمنا اكثر ممكن الجانب المرضي يهم المشاهدين اكثر. قبل ما نذكر القائمه هذه دكتور من الامراض اللي يمكن علاجها بالوخز الابري، طبعا عن تجربه وزي ما قلت حضرتك يعني تجربه خير وبرهان، ولكن نتكلم عن الحالات اللي يجب ان لا يتم وخزها بالإبر، يعني مثلا نقول دكتور اللي مداير حجامة هل ينفع مثلا بعد مدة قصيرة يدير الوخز الإبري أم أنه في احتياطات معينة يعني يجب استخدامها؟ لا، هو اللي مداير حجامة مفروض أي واحد يدير حجامة يرتاح 24 ساعة، لان علاش الحجامه بحد ذاتها حتى لها شروطها والامكان وغيره اكيد طبعا وكذا، بعتني معاش يدير وخز او كذا، لان الحجامه تفشل بروحها، ولما مثلا يدير وخز متكامل او حاجه يصير له هبوط. يعني الحجامه احنا اصلا حتى الحجامه ما نديروش فيها بالشرطه محجم، حتى الحجامه نديروا فيها بالابره، احنا نديروا فيها لا وخز، وخز ما نديروش في التشرط محل، يعني جلد جلد الانسان ممكن هذا لسانه نشرطه فيه بالوخز على شوفيه ما تلقيش ولا أمارة أو علامة. يعني دكتور في احتياطات معينة لمرضى، يعني أنت لما يجيك المريض تسأل مجموعة أسئلة باش تتأكد أنه هو أي يعني مثلا حد يكون محجم ويجيك في أقل من 24 ساعة يبي يدير جلسة إبر أو شيء، يعني أنت تسأل في المريض اللي قدامك قبل ما أنت تعطيه الجلسة، يعني هو طبعا في الجلسة. طبعا احنا أكثر حالاتنا أطفال، طبعا أطفال أكثر شيء، فأنت الأهالي يكون مرافقين، لكن الكبار السن هذوما لما يجيك هو معروف عند الضغط او عند كذا، احنا قبل ما نبدا نقيسوا له في الضغط اصلا باعتباره عند الضغط، لكن مش باش يعالج بالضغط، لانه ممكن عنده سبازم اللي هو نقولوا احنا المرصة في عنده تيبس عنده صداع خفيف، ولكن احنا الابر قاعده سيفتي قاعدة أكثر أماناً من أي علاج آخر، التشليط أو دم أو حاجة قاعدة أكثر أماناً يعني. طيب دكتور احنا تكلمنا عن الأمراض وهي قائمة طويلة طبعاً اللي هي تخص الأطفال، ولكن احنا ذكرنا أهمها، بالنسبة للكبار على عجالة دكتور نذكر فقط الأمراض اللي ممكن أو حسب خبرتك ومتابعتك اليومية تم علاجها عند الكبار. والله تحسن الحالات معظمهم، احنا نقولوا احنا الملصة باهي، أو واحد عنده مثلاً فشل عام في جسمه، خاصة مرضى السكري اللي عنده تنميل في الأطراف وغالبا باش بينشط دورة دموية، في الحالات اللي هو عندهم ديما آلام الظهر، هذه حاجة عامة يجوها طبعا، لكن احنا ديما نسأله طلبوا منك عملية ولا لا، لما يقولوا طلبوا مني عملية أنا كطبيب نقول له راهو الوخز ليس بديل للعملية، طبعا ليس بديل للعمليه، ولكن الوخز ممكن يخفف من الالم فقط، معروف الوخز توضيح مفهوم للناس دكتور. ايوه ليس بديل للعمليه لكن ممكن يخفف من الالم، لكن باش الوخز يكون في بدال واحد للعمليه هذا خطا. دكتور لاحظت ايضا في حديث معك تحت الهواء ان حالات المتعلقه بالعظام يعني خشونه المفاصل وايضا ممكن حتى الدوالي، يعني هل هذه كلها تضمن العلاج او تحسن الحاله على قولتك دكتور؟ هو العلاج هو الدوالي، في الدوالي انواع، الدوالي خفيفة ممكن تمشي معها، الدوالي خفيفة ممكن تمشي معها، لكن الدوالي الشديدة اللي تحتاج عملية لا بديل للفاسكولار سيرجري أو المختص، لكن الدوالي الخفيفة هذا الوخز يريح أو يحسن الحالة مع أخذ المراهم نتاع الفيتامين سي أو الحاجة هذه، لكن وليس بديل للجراحة أو غيرها. طيب دكتور ندخل للجانب التجميلي قليلا، يعني احنا ذكرنا أن الوخز بالإبر أيضا يتدخل في الحالات التجميلية، فيرد الدكتور تذكر لنا شن هي الحالات التجميلية اللي الوخز الإبري سبب تحسن فيها؟ طبعا بصفة عامة الكلف أو انتظام البشرة، هي تشيل الفكرة العلمية، هو الوخز لما نأخذ واحد في وجهه بطريقة سريعة وفي مناطق معينة شو بيدير الوخز؟ ينشط الدورة الدموية في الوجه، لما تنشط الدورة الدموية في الوجه بهي يجدد خلايا البشرة أو التجاعيد الخفيفة أو إلى باستثناء الحالات الكلف الشديدة اللي لها علاقة بالهرمونات علاجها خاص طبعا مع المختصين،
ومثلا حالات تساقط الشعر. طبعا احنا كاطباء لما واحد عنده تساقط الشعر بتشوف الاسباب، هل لها علاقه بالاكل، هل لها علاقه بالهرمونات الملخبطه، او في حاجات كذا، في اسباب تساقط الشعر. لما توصل لاسباب ممكن يعالجها مختصين او كذا، نبدا ندخل احنا في العمليه الميكانيكيه. احنا لما نديروا وخز في فروه الراس نشطه في خلايا الراس، ومع اعطاء اعشاب طبيعيه بتجربتنا حوالي 5 سنة عندنا نتائج طيبه في فتره قياسيه ونفس الوقت باقل تكلفه. طيب دكتور، حنكمل حديثنا عن الجانب التجميلي. ممكن يكون شيء غريب لبعض الناس، بعد ما نوه على سادة المشاهدين نحن نفتح باب الاتصال لأي استفسار، الاتصال على أرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وبإذن الله حيكون معنا الدكتور فيضان للإجابة عنها. دكتور، نكمل الحديث في الجانب التجميلي. يعني أنت ذكرت تحسين حالات اللي هي تساقط الشعر، وذكرت أن في حالات ملموسة تصوروا كيف كان وكيف أصبح، ما هو هيك العالم تولى. طبعا لازم قبل وبعد للإقناع. طيب دكتور، رجال ونساء، رجال ونساء في علمك، حتى البشرة والواحد، أنا عندي نظام الماشي به رجال ونساء كلنا على سواء يعني. طيب دكتور، المواضع اللي يتم فيها الوخز، يعني أنت ذكرت حتى مواضع الوجه، ممكن بعض الناس يقولك في أنواع للبشرة، في بشرة جافة وبشرة دهنية، بشرة تتحسس من أي شيء. إحنا نلاحظوا حتى المنتجات البسيطة، الكريمات أو ممكن منتجات التجميل، يعني في بشرة تتحسس من نوع معين ونوع تاني لا. فهل وجهات خلال يعني ممارستك للعلاج هذا أي تحسس أو أي بشرة لم تتقبل النوع هذا من الوخز الإباري؟ لا، هو بالعكس، إحنا يجينا حالات بعد ما استخدموا عدة كريمات وهذا وصلخوا لهم وجوههم، إحنا نقولك يعني يجينا حالات هي البشرة تعبانة من استخدام الأدوية السابقة، يعني مستحضرات تجميل غير فيها مواصفات او غير مناسبه هذوم الحالات اللي صلحت بهم. لكن شنو نتيجه الوخز؟ ممكن تعطل شويه في التجميل لكن نتيجتها ممتازه، لكن لا تظهر اثار لا تظهر اي اثار. أيوة. طيب دكتور، حنكمل حديثنا بعد نستقبل اول اتصالات في معنا اليوم. سيد احمد، الو، السلام عليكم. مساء الخير لك سيدتي والدكتورين معك. مساء النور، اهلا وسهلا بك دكتور. حبيت اسالك، مرض القولون العصبي هل ربما يعني الطريقه او طريقه الابره لها نتيجه؟ طبعا انا شاب تقريبا في ال 42 سنه، فحبيت نعرف اذا كان الجانب هذا يعني باذن الله علاج. شكرا لك سيد احمد على سؤالك، وباذن الله دكتور فيضان راح يجاوبك عنه. ناخذ اتصالات في اخر من ام سند. الو، السلام عليكم. أستاذة أم سند، ألو، السلام عليكم. ألو، عليكم السلام. أهلا وسهلا بك. مع دكتور شوية. تفضلي دكتور، اسمع فيك. يا دكتور، أنا عندي ولد عمره 7 سنين. عنده تبول لا إرادي. تسأل أيوة. لحضرتك يعني هل يمكن أن هو يتوجه للطبيب للعلاج بالوخز الإبري؟ ما فيش أسباب جراحية أو كذا. لا، مشيت عند دكتور وطلب علي تحليل ودرت له جهاز. ما في شيء، عند دكتور شوية انبرف بس. دكتور، هل في استفسار ثاني تحب تسأل المتصلة؟ ماشي، شكرا لك ام سند، خليك عليه تواصل مع الكنترول لو تحبي تتواصلي مع الدكتور، وباذن الله الدكتور يجاوبك عن امكانيه يعني علاج ابن حضرتك بالوخز الابري او لا. دكتور، بدنا نتكلم عن الجانب التجميلي واثاره اللي قد تظهر على المواضع. يعني احنا نتكلم عن مواضع حساسه جدا للوجه، فانت ذكرت انه هو لا اثار عن ناجمه عن الوخز الابري ولا مضاعفات قد تتحسس منها. طبعا البشرة. على دقه هي الوجه مثل الجسم الاخر طبعا، الوجه طبعا لابد تكون وخزات خفيفه جدا. في بعض الوخزات الداميه مقصوده للمناطق القاتمه وحاجه زهديه، ونفس الوقت من الان قد ما درنا حالات ما صلهاش اثار جانبيه. ليش؟ لان احنا درناها في اماكن مدروسه او سطحيه جدا. واعطتنا نتائج يعني ممتازه. طيب دكتور، شنو هي الحالات اللي انت قد تحتاج ان انت تستخدم فيها الوخز الابر؟ يعني هل هي حالات يعني امراض للوجه، ام ان هي تكون ارهاق عام او شيء؟ طبعا احنا حناخذ اجابتك دكتور بعد ما نستقبل اتصال هاتفي اخر من ام رضوان. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك. اهلا
اهلا بك اختي. السلام ورحمه الله وبركاته. ننسى الدكتور لو سمحتي. تفضلي دكتور يسمع فيك. نسمع فيك نسمع. تفضلي يا استاذ عمرو رضوان. يبدو ان الخط انقطع مع استاذ ام رضوان. ناخذ اتصالات في اخر من استاذه فوزيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام واهلا بك. يعني في نفس الطب البديل اللي هي الاخذ بالابر. يعني كنت نستعمل في مازلت نستعمل في الفنتولين واستعملت الحجامه. والحجامه نفعت بي يعني نسبه كبيره. لكن هل الاخذ بالابر لها دور في الربو؟ في الربو؟ المرض الربو. ايوه ونبي نشكر من هنا من خلال برنامجكم الدكتور سالم ونعمان في شارع السليم اللي هو الحجامه فتح مسارات الطاقه ونشكر الدكتور اليوم حتى هو اللي موجود معاكم. شكرا لك استاذه فوزيه خليك عم تتابع معنا باذن الله دكتور يجاوبك. دكتور كنت نسالك عن الحالات اللي انت تضطر فيها ل يعني استخدام الابر في منطقه الوجه، يعني هل هي لامراض معينه ام ان هي قد تكون فقط للنضاره او شيء؟ ليس اي داعي لاي امراض جلديه نستخدم الوخز، هو فقط اي واحده طبعا دربت طبيبات معايا يعني هم ممكن يستخدموا في الطريقه هذه، اي واحده تبي تدير بتنظف وجهها توحيد البشره في تجاعيد شويه خفيفه يعني مش تجاعيد هلبة فالوخز ينشط في خلايا المخ وخلايا البشره ونفس الوقت يعالج في الكلف الخفيف لأن الكلف الشديد لعلاج يعني آخر. قد تكون لأسباب تجميلية بحتة وليس لأجمل أيوة. أسباب بس الأمراض لا جلدية يعني. ممكن في بعض الأمراض اللي هو أثار حب الشباب يخفف من حدة أثار حب الشباب يعني هذه هي قد تكون شيء جلدي هذا الشيء الوحيد اللي نقوله ممكن بعد المرض عنده أثار حب الشباب لكن الباقي كلها أسباب الباقي تجميلية, كلها أسباب تجميلية. ناخذ اتصالات في آخر من سيد أبو أيوب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أهلين يا أستاذ بارك الله فيكم والله على البرنامج القيم هذا والله. شكرا لك. تفضل سيد أبو أيوب. والله نبي نسأل الدكتور أنا طبعا حكم عملي نشتغل حكم نستعمل في الديب والأمور هذه فنبي نسأل إن عندي الجيوب الأنفية يعني تعبيني شوية ما نعرفش لو في إبر أو في حاجة زي هذه يعني. شكرا لك سيد أبو أيوب على اتصالك وبإذن الله دكتور يجاوب سؤالك. ناخذ اتصالات في آخر من سيد عبد الحميد. ألو السلام عليكم. أيوه السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك. معلش نسال الدكتور سؤال بس. تفضل دكتور يسمع فيك. يا دكتور معلش عندي طفله عمرها شي 12 سنه. شو مشكلتها؟ 12 سنه لبس عليها هو شعرت بس وعندها تساقط في الشعر وضعيفه حق بعد قلت لها يعني تحليل عند الدكتور كذا يطلب عليها تحليل دم. اللي هي الدم دي مع 10 كذا يعني ضعيفه شويه كذا لكن عندها تساقط الشعر الله والله بكثره. شكرا لك سيد عبد الحميد باذن الله دكتور يجاوبك. ناخذ اتصالات في اخر. الو السلام عليكم. سيد سعود. الو السلام عليكم. سلام تمام. اهلا وسهلا بك تفضل. والله انا قلت للدكتور والله عندي سبب مصري لو انه هو يعني خارج قبل يعني يدير ان شاء الله النصف. شو سببه؟ والله حادث. اما فقره؟ الفقره 11 فهي متضمر في النقاع. ده 11 الظهريه ولا؟ التراسك. شكرا لك سيد سعود. مترع التبول الارادي حاجه. ما شاء الله النصف البول الارادي ما فيش احساس يعني. تحركش في رجليك بكل؟ والله في حركه بسيطه. شكرا لك سيد سعود ونسأل الله لك الشفاء العاجل. دكتور نبدأ بإجابة أسئلة المتصلين. يعني سيد أحمد كان يسأل عن القولون العصبي هو عمره 42 عام بادي معاه القولون العصبي. يعني طبعا جميع المتصلين احنا راح نجاوبوهم على أساس أنهم تشخيصهم من قبل أخصائيين مشخص تشخيص عام. في الإريتابل باول سندروم اللي تكلمت عليها كانت من حطهم في الصنف الممتاز يعني من الاستجابة الممتازة
يعني في إمكانية العلاج باستجابتها ممتازة الإبري. ممتازة جيدة. أستاذة أم سند كانت تسأل عن ابنها عمره 7 سنوات وعنده تبول لا إرادي، تسأل عن إمكانية يعني علاجها بالإبر. هذا كيف ما قلت لك لما ما تكونش في أسباب جراحية أو صغر المتانة أو أشياء خلقية طبيعية. الباقي كان في أي أمور أخرى نفسية أو غيرها أو كذا أو عصبية سلوك أو غيرها، الوخز الإبري ساعد كثير جدا جدا في تحسين هذه الحالات. أستاذة فوزية تسأل عن مرض الربو، يعني هي استخدمت الفنتولين ولجأت أيضا إلى العلاج بالحجامة وقالت لك أنه كان شيء فعال، فهل الوخز بالإبر حيكون شيء فعال أيضا لها؟ هو طبعا يعني بالتجربة العملية وما من الله سبحانه وتعالى أن حالات الربو من الحالات اللي هي استجابتها جيدة جدا مع أخذ العلاج الطبي مع الوخز، أعطانا نتائج طيبة لعدد أطفال عدد الناس أنه خففوا من حدة استخدام البنتولين أو غيرها. طبعا ما نقوله شفاء، شافي الله سبحانه وتعالى، ولكن تحسن حالات من حدة المرض من المعاناة الحمد لله في استجابة. السيد أبو أيوب كان يسأل عن الجيوب الأنفية، يعني هل في من خلال تجربتك يعني مر عليك حالات جيوب من أنفية متحسنة؟ من أجمل وأحسن وأفضل علاجات وسريعة جدا من 5 جلسات أو كذا الجيوب الأنفية، حتى لو كان لي عند عمره 20 سنة هو يعاني. سيد عبد الحميد يسأل عن طفل تاع عمرها 12 عام تعاني من تساقط في الشعر، وقال لك انه هو طلب عليها تحاليل دم وكان عندها يعني فقر في دم يعني 10، احنا متعارف عليه من 12 فما فوق، فانه هو هذا السبب الوحيد. يعني هو جاوب على نفسه اي طفل كذا قبل ما ننظر لتساقط الشعر نشوفوا الاسباب، لان طبعا في مرات اسباب حتى للكبار هرمونيه هايبوثايرويديزم او حاجه زي دي. يجب ان اول شيء ما نفكره ان احنا مش معقوله نكبر شعر او ان ناخذوه او كذا وتكون في اسباب موجوده، علاج الاسباب العلميه. ثم لما هو تنعرف الانيميا واسبابها وتعالج فقر الدم او غيره يصبح بعتالي احنا دورنا تدليكي او زي نوع من العلاج الطبيعي لتنشيط خلايا الرأس. ولكن انت تنصح حاليا باخذ العلاج الطبي. ايوه. سيد سعود كان يسال عن شلل نصفي ناتج عن حادث يعني حادث سير، نسأل الله لنا الشفاء، يعني هل في إمكانية للتحسن بالوخز الإبري دكتور؟ طبعا هذا موضوع حساس شوية باهم. أراه الوخز الإبري يعتبر نوع من أنواع العلاج الطبيعي، نوع من أنواع العلاج الطبيعي وليس بديل للعلاج الطبيعي، ولكن يساعد في أخصائي العلاج الطبيعي إنه هو يقوم بالمهام متاعه. عندنا العديد من الحالات اللي عندهم شلل او كذا تحسنت حالتهم تهيئتهم للعلاج الطبيعي للافضل. تحافظ على العضله، تحافظ على الجلد، تحافظ على كذا، لان الوخز ينشط الدوره الدمويه. في حاله لما الواحد عنده انقطاع في الحبل الشوكي مستحيل أنا، لكن هذا صاحبنا قال يحرك شوي معناه في امل ان بالوخز يتحسن من حالته، ولكن مع الحقيقة العلاج الطبيعي، مع العلاج الطبيعي المكثف يعني احنا نعاون العلاج الطبيعي في تحسين حالته. طيب دكتور انت ذكرنا نقطة مهمة ممكن أراه الوخز يساعد في عملية الذكاء. عندنا تجارب علمية، طالبات طب أو طلبة من الطب وأطفال مجتهد يقرأ ولما يمشي يدير في الامتحانات تلقى روحه ما يجاوبش، يساعد في تحسين الذاكرة. وعندنا تجربة حالات موجودة في حياتهم إما نقولهم تأخر ذهني، يعني تأخر ذهني تقعد في البيت 18 سنة 20 سنة كذا كذا، أو طفلة عمرها 8 سنوات التصرفات زي تصرفات 5 سنوات. الوخز الإبري ساعد في تحسين حالها وعندنا الدليل وعندنا البرهان. يعني ساعد فيها يعني طيب الوخز الإبري دي حاجة مستشفى متكامل. طبعا احنا اليوم تكلمنا عن أمراض حرجة وصعبة قليلا، يعني صرع وتوحد وشلل نصفي. دكتور يا ريت نركزوا عن الحالات، يعني انت ذكرت شلل نصفي في حالات معينة يعني لا تستجيب زي انقطاع في الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي، الحالات اللي ممكن علاجها دكتور ونزيد نأكدوا على الناس أنه هو تكميلي مع العلاج الطبيعي، كيف أنت حالات الجلطات، حالات الجلطات CVA جلطات بأسبابها وغيرها كل شيء. الوخز الإبري أحسن ما فيه عندنا حالات جلطات تحسنت، أول ما يحسن يحسن الحالة النفسية، يصبح المريض طبعا عنده الجلطة تلقاه قابل للاستجابة كآبة وحاجة زي الوخز يحسن من مزاجه ثم يخليه ينشط، لأنه هو اللي عنده جلطات جزء من ضمور المخ
طبعا في اي اتجاه معي. الوخز يساعد في تحسن الحاله، اول شيء حالته النفسيه تولي احسن، ويبقى عنده يحرك كذا في حتى الناس تتكلمش، حتى ما تكلمش تتكلم. اكيد احنا الموضوع واسع ومتشعب، تكلمنا في جزء منه وراح نتكلموا في حلقات اخرى باذن الله عن الاجزاء الاخرى، نتكلموا ايضا عن جانب التدريب المهم دكتور في حلقات قادمه. شكرا لك على وجودك معنا اليوم. شكرا سي. مشاهدينا بهذا وصلنا واياكم لنهايه حلقتنا اليوم، تكلمنا عن الطب التكميلي، ونأكد على لفظ التكميلي وليس البديل، لأن مكمل للطب الكيميائي أو المعالج بالعقاقير. بهذا وصلنا نهاية حلقتنا لليوم، كل الشكر لضيف الحلقة على حضور المميز وإثراء للحلقة بمعلوماتها القيمة، الشكر موصول لفريق العمل وإليكم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.